ايه التحدي اللي عندنا؟ التحدي ببساطة احنا عندنا اكتر من 23 مليون طالب، وعندنا 1,200,000 او 1,300,000 معلم غير الاداريين. ازاي هننزل ونروح المدارس ونتعمد نعمل اجراءات الاحترازية ونحتفظ بتباعد امن بين الطلاب اثناء هذه الايام؟ هذه المشكلة الهندسية ملهاش حل يتحط في عنوان احنا هنيجي يومين، احنا هنيجي ثلاثة. كل الاجتهادات دي مش صحيحة. ليه مش صحيحة؟ لانه الحل ما يتعملش على مستوى الجمهورية. كل مدرسة مختلفة في عدد الفصول وفي نوعية المدرسة، هل دي ابتدائي بس ولا ابتدائي واعدادي ولا دي مدرسة كل السنوات، فكل مدرسة هيبقى ليها حل خاص بيها. احنا هنا هنحط ضوابط هيلتزم بيها الادارات ومديري المدارس لتوزيع الولاد على الفراغات وعلى الايام وعلى الازمنة. الهدف بتاعنا نكمل المحتوى الدراسي كله، ما ننتقصش من العملية التعليمية ولا من تعلم الاولاد. فالمسألة بنحاول نحلها وهي صعبة جدا، ازاي نعمل بالازمة الحالية. فهوريكم صورة مجمعة وبعدين هندخل في التفاصيل. نظام التعليم الجديد اللي هو من كي جي 1 لتالتة ابتدائي جواه اكتر من 8 مليون طالب في السن ده. المنطقة من رابعة لستة ابتدائي فيها 6 مليون. منطقة من أولى إعدادي لحد تالتة إعدادي فيها 5.2، وبعدين في الثانوي في 1.8 تقريبا. دول هيتعاملوا، الأعمار هتتعامل بأشكال مختلفة. الصورة اللي احنا حطيناها مش الجدول النهائي، الصورة دي ضوابط هتبعتها الوزارة للإدارات ومديري المدارس. لو بصيتوا على الجداول اللي تحت نعرف انها صغيرة، وركبناها فوق بعض هتعرفوا ليه مختارين ايام عكس بعض، عشان ما يتواجدش كل الولاد في نفس التوقيت في نفس المدرسة. السنة دي احنا محضرين عدد هائل من مصادر التعلم للاولاد حسب المرحلة العمرية وحسب هو عنده ادوات تسمح له بالوصول اليها ولا لا. هنتكلم عليها برضو بالتفصيل، دي بس صورة مجمعة.